جولتنا في صحف أمريكا الجنوبية نستهلها من الأرجنتين مع يومية بيرفيل التي توقفت عند محاولة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز حشد الدعم لقراره الرامي إلى التقدم بطلب المحاكمة السياسية ضد محكمة العدل العليا على خلفية حكم الأخيرة ضد الدولة الأرجنتينية ولصالح حكومة بونوس آيرس المستقلة فيما يتعلق باعتمادات مالية مخصصة للحكومة المستقلة. أما في شيلي فقد توقفت يومية لا تيرسيرا عند إعلان الرئيس غابرييل بوريتش عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة العواقب التي خلفها التضخم على القوة الشرائية للأسر والتي تشكل حاليا التحدي الرئيسي الذي تواجهه البلاد. وفي البرازيل ذكرت غلوبو أنه في العام الماضي سجلت البلاد صافي سحب من المدخرات تجاوز 19 مليار دولار وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي. ومن كولومبيا نختم جولتنا مع يومية الإيرالدو التي كتبت أن مكتب الوسيط حذر من تصرفات ووجود منشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية على مستوى أزيد من 237 بلدية في البلاد.